جمعه اخرى تمر تؤكد فيها المرجعيه الدينيه على سلميه الاحتجاجات المطالبه بالاصلاح وحرمه الدم العراقي وتحث الحكومه على الاسراع بتشريع قانوني الانتخابات ومفوضيتها باعتبارهما يمهدان لتجاوز الازمه الكبيره التي تمر بها البلاد سواء على صعيد الانتخابات ام بتعديل مسارات العمليه السياسيه بالشكل الذي يرضي طموحات الشعب ويستجيب لدعوات الاصلاح والتغيير والمرجعية إذ تؤكد على ما سبق منها، تشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيتها، بالوصف الذي تقدم في تلك الخطبة؛ لأنهما يمهدان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد رئيس تيار الحكمة الوطنية السيد عمار الحكيم ايد توجيهات المرجعية الدينية العليا باقرار قانون انتخابي منصف لا يحتكر القرار السياسي ومفوضية تتصف بالمهنية والنزاهة، مؤكدا ان هذا المطلب كفيل باستعادة ثقة الشعب ومشاركته في مهمة ادارة الدولة في المواقع التنفيذية والتشريعية، محذرا من التهاون والتسويف والمماطلة في التنفيذ. حزب الدعوة الاسلامية وبناء على التوجيهات اكد ضروره الاسراع بتشريع قانون انتخابات عادل يمنع هيمنه اي طرف على مجلس النواب المقبل ويفسح المجال لتمثيل القوى والكفاءات الصاعده ويعكس تمثيلا حقيقيا لواقع الشعب مطالبا مجلس النواب بتخصيص جلساته المقبله لهذه المهمه الوطنيه الملحه القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري اقترح في تغريده له على تويتر ان تتولى البعثه الامميه لمساعده العراق مهام المفوضيه العليا المستقله للانتخابات في العراق وتنظيم الانتخابات المقبله بغيه اجراء انتخابات نزيهه. وبحسب محللين فان تاكيد المرجعيه على تشريع القانونين يجعل القوى السياسيه في زاويه ضيقه لن تنجو منها وهي أي القوى السياسية أمام خيارين؛ إما تلبية مطالب المحتجين في تشريع قانون ومفوضية يقبلون به، أو تجاهل مطالبهم، وفي كلتا الحالتين ستكون هناك دعوة لانتخابات مبكرة، وبالتالي حكومة تصريف أعمال.